السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نحط زي المؤثرات اللي بتحصل في الانستجرام او في الماسنجر بتاع الفيسبوك. طيب هقول له ابدأ المشروع جديد. هو فتح الكاميرا اهوت، ده اليوزر شيرنج، وهنا بتبدأ تحط الاسيت. ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نبدأ اسيت مثلا ايه، فيس تراكر، بحيث ان يبقى فيه متابعة للوجه. هتلاقي فيه اسيت ظهرت هنا. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اعمل فيس مش، او احط لي ماتيريال تقدر ان انت مثلا تتحكم فيه، الايز، الماوس، لو كده هيبدا الفم يظهر معاك. طيب الماتيريال بقى هي دي اللي هتفرق معايا بتاعت الوجه دوت. كريت نيو ماتيريال، اي الماتيريال اهيت. ممكن نبدا نختار بقى الماتيريال. اجي هنا في ممكن تتحكم فيها ان هي كلر بالشكل دوت، او تديله بقى ايه تكتشر معينه، نختار صوره معينه هي اللي تتحط. طبعا ممكن شكل شخص، بس لازم يكون الأبعاد بتاعته مظبوطة ومناسبة للقناع. تمام، خلينا مثلا نختار شكل بقى مثلا، بدأ احط لك بالشكل دوت. طبعا نلغي اللون. ممكن بقى مثلا علم فلسطين، علم مصر، زي ما انت عايز هيبقى معمول عندك بالشكل دوت. وتقدر ان انت تتحكم في التكتشر. تمام، ممكن تعمل حتى نيو انيميشن سيكونس اهو، او ترجع الشكل بتاعنا. او ممكن نجي هنا ونقول له لا ده احنا عايزينها ديت. نقدر نختار اي ماتيريال اللي احنا عايزينها، نقدر نتحكم في الكواليتي، نقدر نتحكم في درجة الشفافية اللي احنا عايزينها، كل حاجة نقدر احنا نتحكم فيها. طيب ممكن نقول له هنا احنا عايزين نضيف مثلا 3D Object. 3D Object ممكن اي حاجة 3D عندي. تمام، مثلا نختار دوت، هيبدأ يجهزها ويدخلها في قلب البرنامج. تمام، طيب انا عايز ده يبدا يتحرك معايا. تمام، فالجوس دي هحطها على الفاست تراك، خلاص بيبدا يتحرك معايا بالشكل دوت. تمام، ده ممكن نلغيه، نعمل له ديليت او اي حاجه، ديليت اهوت. فده يبدا يتحرك معايا بالشكل دوت. عن 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 وهكذا. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز اجربه على الموبايل بتاعي، بيتسطب على الموبايل، وتبدا ان انت تجربه على الموبايل. نفع معاك بتعمل بابليش بحيث ان هو يظهر على الاجهزه، ويظهر على الانستجرام، ويظهر في كل مكان.